بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي اللي احنا نشرح شابتر الـ EC Circuit اللي عندنا. شابتر الـ EC Circuit هنتكلم فيه اول حاجة عن كاباستور اندكتور ريزيستنس واللي نتعامل معاهم. بعد كده هيبقى الجزء التاني من الشابتر اللي احنا هنتكلم عن النظريات بتاعتنا اللي هي النود والمش ونظريات. بعد كده هنتكلم على السور بوزيشن وعلى السورس ترانسفورميشن وعلى السيفنن. الشابتر دوت يعتبر هو مراجعة على يعتبر نفس الشرح بتاع شابتر اللي قبل كده، بس هنا في حالة الاي سي. شابتر اللي فات كان في الدي سي، ده هنا هنشوف ازاي نتعامل مع المسائل ونحل النظريات ديت بس في وجود الاي سي سيركت. الاي سي يعني معناها alternating current. alternating current اللي هو تيار بيتغير مع الزمن. في المعادله بتاعته، في معادله اساسيه عندك ال V of T بتساوي ال V M ساين اوميجا T، المفروض موجب او سالب الثيتا اللي هي الفيز شيفت. ال V M بالنسبه لي بيمثل لي الامبليتيود، اما بالنسبه لل W فهو الانجلر فريكوانسي راديو بير سكند. بعد كده عندي الاوميجا T بنقول عليها the argument of the sinusoidal. طبعا احنا عارفين الاوميجا بتساوي 2 باي اف، تمام؟ يبقى بتساوي اوميجا على 2 باي وكده بيكون بالنسبه لي. وعندي الاف بيساوي 1 على تي، يبقى في الحاله دي التي بتساوي 2 باي على اوميجا. انا المعادله دي عاوزك تعرف كل يعني عاوزك تعرف كل بارت فيها اللي هو ال في ام والاوميجا والكلام ده، لان انت كده كده هيجي لك معادله، هيجي لك مساله في اول مساله في الشيت عليها هتلاقيها موجوده عليه اللي انت ازاي تستخدم ازاي تطلع البرامتر بتاعت المعادله دي. بعد كده يعني بيكون عندك اللي انت ازاي بيكون عندك موجتين مع بعض او طيار جهد وجهد، وعاوز تحدد بينهم مين فيهم ليد للتاني او لاج للتاني. المثال اللي واضح قدامنا دوت، عندي اتنين جهد في واحد وفي اتنين، الفي واحد معايا خارج من الزيرو اللي هو موجة الصاين، اما بالنسبة للفي اتنين فهو كوزاين اللي هي خارجة بزاوية فاي بشيفت فاي. في الحالة دي فأنا عندي ال V2 lead ال V1 by phi، لأن أنا عندي ال V2 هي اللي بادئة الأول، بادئة من قبل الصفر، فبقول عليها هي lead ال V1 في الحالة دي. أو ممكن أقول ال V1 هي lag ال V1 هي lag ال V2 by phi. بعد كده عندك علاقتين، العلاقتين دول يعني أنا عاوزك تعرفهم بس، هما المفروض أنت كنت واخدهم في حساب المثلثات في الثانوية العامة او خدتهم في اعدادي. عاوزك تحفظهم بس عشان المعادلات دي ما تبدا تستخدمهم، ممكن تستخدمهم في حاجات بعد كده اللي هي معادله ساين اي زائد او ناقص البي، لازم تعرف تفكها ازاي. ومعادله الكوزاين اي موجب او سالب البي، معادله الساين اي موجب او سالب البي بفكها عن طريق ساين اي كوزاين بي، ساين اي كوزاين بي او كوزاين اي ساين بي. المعادلة التانية بالنسبة لي هي كوزين A موجب أو سالب البي، المعادلة دي بتساوي كوزين A كوزين فكها كوزين A كوزين B سالب موجب ساين A ساين B. لو لاحظنا هنلاقي هنا الإشارة بتتعكس في الكوزين. بعد كده بقى في حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي أنا لو أنا جاي إداني مثلا موجة جهد وموجة تيار، أو إداني يعني اداني جهد وجهد، فانا بالنسبه لي لازم تتعامل معاهم الاثنين كواحد، يعني لا اما الاثنين يكونوا ساين لا اما الاثنين يكونوا كوساين. فانا هثبت بالنسبه لي حاجه اللي انا اقدر اتعامل بيها، اللي انا اي حاجه هتجي لي كوساين احولها لكوساين لما يكونوا اثنين مختلفين في المعادله. فهاجي هنا بالنسبه لي طب احولهم ازاي، عندي مجموعه من القوانين اهي. المفروض انا بالنسبه لي اهم حاجه هي اللي قصاده مستر دوم، لازم تحفظه. لو انا اداك سالب كوساين اوميجا تي عشان تحولها بتستخدم عشان تحولها معاك بتتحول بتبقى موجب كوزين اوميجا تي موجب او سالب 180، بضيف او اطرح 180، تمام؟ سواء ضفت او طرحت مش مشكله. طب بعد كده يا شباب، بعد كده عندي المعادله الثانيه. هي بالنسبه لي المعادله الثانيه طب المعادلة التانية هي يا شباب، المعادلة التانية هي كوزين موجب او سالب
لو اداني سالب ساين او موجب ساين، سالب ساين اوميجا تي او موجب ساين اوميجا تي، لو اداني سالب ساين اوميجا تي فتحولتها كوساين اوميجا تي موجب 90. طب لو اداني موجب ساين يبقى تحولتها سالب 90. طب لو بصينا على الرسمه اللي جنبنا دي كده هتفهمنا اكتر المعادلات، لان انا مش عاوز احفظ المعادلات دلوقتي. انا اي حاجه هتجيلي هضطر احولها لكوساين اوميجا تي اللي هي دي، تمام؟ اي حاجه هتجي احولها لدي. طب يا شباب لو انا عندي سالب ساين اوميجا تي وعاوز احولها لكوساين اوميجا تي، فهلاقي نفسي يا شباب بضيف 90 لانها في الربع الاولاني، بضيف 90 عشان تحول لكوساين اوميجا تي. طب لو كانت موجب ساين اوميجا تي، لا ده انا هنا هطرح 90 عشان اوصلها لكوساين اوميجا تي لانها في الربع الرابع تحت. ده كذلك سالب كوساين اوميجا تي عشان احولها هنا، عشان احولها دي يا شباب هتلاقي نفسك اللي انت سالب كوساين اوميجا تي دي لا اما هتطرح 180 لا اما هتضيف 180. طب بعد كده يا شباب بقى سيب الكلام ده كده، انا في حاجات مهمه دلوقتي لازم تعرف. انا عاوزك تفرق بين الريزيستنس والكويل وبين الكاباسيتور. بالنسبه للريزيستنس يا شباب، انا عارف لو اداني معادله الفي اوف تي بيساوي في ام ساين اوميجا تي، انا بالنسبه لي الفي بيساوي في ام والزاويه صفر. الحته دي مهمه جدا، اللي انت ازاي تحول من الصوره الريكتانجل الى الصوره البولر. انا بالنسبه لي يا شباب ديت يا شباب هي الصوره ريكتانجل معايا، عاوز احولها للصوره البولر اللي هي تكون قيمه والزاويه. فانا باخد قيمه الفي ام دي اللي هي دي وبعمل زاويه ساين اوميجا تي، المفروض تكون موجب او سالب، موجب او سالب زاويه معينه. فالزاويه هنا بكام؟ الزاويه هنا بصفر، يبقى هنا هيكون يا شباب في ام والزاويه صفر. طب يا شباب لو انا عاوز اجيب التيار بقى الاي بيساوي في على ار في ام على ار والزاويه صفر، انا هنا شباب بقول ان الاي والار ان فيز مع بعض، يعني مفيش فرق زوايا بينهم. وده لو انتوا اشتغلت يعني دوت مفيش فرق زوايا، يعني التيار والجهد بيمشوا الاثنين، التيار والجهد في حاله المقاومه الاثنين بيمشوا في طريق واحد، مفيش فيز شيفت خالص. الباور بتساوي الفي اي ان في اي او بتساوي في ام على جذر 2 اي ام على جذر 2. او لو انا حطيتها بالفي اي دي يا شباب دي بقيمتها بالار ام اس، هيجي يقول لك في ار ام اس واي ار ام اس، فيكون الباور بتاعتهم في اي. طب لو جه الفي ماكسيمم والاي ماكسيمم، لا لازم تقسم على الفي ماكسيمم على جذر 2 والاي ماكسيمم على جذر 2 لان هي ديت قيمه الار ام اس. الفي ار ام اس معايا بتساوي في ماكسيمم على جذر 2 واي ماكسيمم على جذر 2. بعد كده هيكون عندي الكويل يا شباب، عندي الكويل. الكويل بالنسبه لي لو انا عندي معادله زي اللي فوق برضو، فانا عارف ان جهد الكويل في بتساوي ال دي اي باي دي تي بيساوي الفي ام ساين اوميجا تي. طب لو انا دلوقتي عاوز اجيب التيار، طبعا اللي احنا لو ضربت طرفين في وسطين يبقى دي اي باي دي اي اوف تي بتساوي في ام على ال اللي هي الفي ام بالنسبه لي على ال ساين اوميجا، الفي ام اهي على ال نقسم على ال ساين اوميجا تي دي اوف تي. لو كملت الجزء دوت في الاخر هتوصل للاكس بيساوي جي اوميجا ال. مش عاوزك تعرف اي حاجه من الكلام دوت شباب، اللي عاوزك تعرفه بس بالنسبه لك تعرف ان المعادله عندك بتساوي، تعرف ان الاكس ال بتساوي معاك الاكس ال بتساوي جي اوميجا ال، ده اللي عاوزك تعرفه. مش عاوزك تعرف اكتر من كده، عاوزك تعرف الاكس ال بتساوي جي اوميجا ال. طب في حاله التبستر، سيبك من الكلام ده كله برضو، اللي عاوزك تعرفه في الاخر برضو ان الاكس سي بتساوي 1 على جي اوميجا سي، ده اللي عاوزك تعرفه من الكلام ده، تمام؟ بس بعد كده بقى عندي حاجه اسمها الامبيدنس يا شباب. الامبيدنس يا شباب هي عباره عن كومباينيشن بتوين اي عنصرين او ثلاثه من الار والاكس، الار والال والسي، اللي هي بتساوي الزد بتساوي ار زائد جي اكس ال الزد والزاويه سيتا يا شباب، تمام؟ دي عندي حاجه الواي دي اسمها الادمتنس وهي مقلوب الزد، مقلوب بتساوي 1 على الزد الادمتنس دي. بعد كده بقى في علاقات للكاباستور والاندكتور مع بعض. انا يعني اللي انت تقدر تتعامل معاهم، انا عندي كيو بتساوي سي في، انا هلخص لك الكلام اللي احنا قلناه ده كله، الكلام ده كله هلخصه لك في جدول في اخر الشرح هنا. انا مش عاوزك مش عاوزك تبص على الشرح ده كله خالص، عاوزك تبص لي على الجدول ده بس، تمام؟ الجدول ده فيه كل حاجه المفروض انت هتحتاجها، تمام؟ تعالوا هنا يا شباب. سيريز اند بارل كاباستور. السيريز والبارل كاباستور بالنسبه لي
الكباستور اللي عندك شغال بتعامل مع الكباستور، فهو يعني دايما تلاقيه الكباستور دوت والشريك المخالف تلاقيه دايما التعامل معاه بيكون عكس التعامل مع المقاومة. أما بالنسبة للكويل فهو تعاملك معاه بيكون نفس التعامل مع المقاومة. يعني إيه يا شباب؟ يعني هنا أنا مثلا عندي هو الكباستور لو كانوا سيريز مع بعض، ف السي ايكوفالنت بتاعتهم بتساوي 1 على سي 1، 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. ولو كانوا مكثفين بس على التوازي مع بعض، على التوالي مع بعض، يبقى سي 1 في سي 2 على سي 1 زائد سي 2. أما بالنسبة في حالة البارل فهو مجموعهم اللي هي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3، وأي عدد موجود معايا منهم يا شباب. طب بالنسبة للاندكتور، الاندكتور يا شباب لو كان سيريز بتعامل معاه زي المقاومة بالظبط، اللي هو ال ايكوفالنت بتساوي ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3. طب لو كان بارل برضه بتعامل معاه زي المقاومة بالظبط، 1 على ال ايكوفالنت بيساوي 1 على ال 1 زائد 1 على ال 2 كذا. يبقى أنا دلوقتي يا شباب يعني الاندكتور كل العلاقات اللي عندي بتاعت الاندكتور يا شباب بتكون شبه المقاومات في التوالي والتوالي. طب بالنسبة للكباستور كل علاقاته عكس المقاومة في التوالي والتوالي. ده الجدول اللي أنا بقول لكم عليه بقى، أنا مش عاوزك تبص لي إلا على الجدول ده فقط، ما تبصش على حاجة تانية خالص. بص يا شباب تعالى كده نصنف الجدول ده مع بعض، سيبك من الشرح اللي اتشرح كله قبل كده خالص، أنا يهمني الجدول ده يا شباب. اول حاجه في الجدول ده شباب لو احنا هنتكلم على الريزيستنس، الريزيستنس بالنسبه لي فالفي اي، الفي اي يا شباب اللي انت بتتكلم العلاقه بين الجهد والتيار، العلاقه بين الجهد والتيار في حاله الريزيستنس بتكون الفي بتساوي الاي في الار. طب في حاله الكاباستور علاقه الجهد، في حاله الكاباستور العلاقه بتساوي في بتساوي 1 على سي تكامل اي دي تي زائد في نوت اللي هو اللي معاك، والمعادله دي مش هتحتاجها يعني طالما هتحتاجها. طب بعد كده بالنسبه للاندكتور يا شباب ال V بتساوي ال دي اي باي دي تي، الكلام ده انت المفروض عارفه من اول شابتر. بعد كده يا شباب ال I وال V هي علاقه ال I وال V. طيب يا شباب لو انا عاوز اجيب ال I فهي بتساوي ال V على R، ده في حاله ال resistance. طب لو انا عاوز اجيبها في حاله الكاباستور فهي بتساوي سي دي V باي دي تي. طب لو انا عاوز اجيبها في حاله الاندكتور يا شباب، في حاله الاندكتور هتساوي 1 على ال تكامل في اي اوف في 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 تي دي تي زائد اي اوف تي نوت. تمام. طب بعد كده عندي بالنسبه للباور، الباور في حاله المقاومه بتساوي البي بتساوي اي تربيع ار او بتساوي في تربيع على ار. اما بالنسبه يا شباب في حاله الكاباستور فهي بتساوي الشغل او الشغل اللي عندي بتساوي نص سي في تربيع، والشغل في حاله الاندكتور بتساوي نص ال اي تربيع. بالنسبه يا شباب دلوقتي في السيريز، في حاله السيريز المقاومه ال R equivalent بتساوي R1 زائد R2. اما بالنسبه في الكاباستور السيريز بيكون ال C equivalent بتساوي C1 C2 على C1 زائد C2. اما في حاله الاندكتور ال equivalent بتساوي L1 زائد L2. في حاله البارل، البارل R equivalent بتساوي R1 R2 على R1 زائد R2. اما بالنسبه في حاله المكثف قلنا دايما بيكون معاكس، بيكون C equivalent C1 زائد C2. اما في حاله الاندكتور ال equivalent بتساوي L1 L2 على L1 زائد L2. اخر حاجه معايا، الحاجه اللي انتوا المفروض عارفينها صم ولانكم اشتغلتوا بيها في الجزء اللي قبل كده شابتر 2 وشابتر 3، تاثير الدي سي على الريزيستنس الزيم ما بتغيرش. اما بالنسبه على الكاباستور فهو بيحول اوبن سيركت، اما بالنسبه للاندكتور بيكون معايا شورت سيركت. دايما في الكاباستور يا شباب هتلاقي ان عندك الاي ليد الفي باي 90، اما عند الاي هيكون لاج الفي باي 90، وشكل الرسمه بتاعتهم زي ما وضحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض إن شاء الله نحل دلوقتي جزء من بعض المسائل اللي تم شرحها، جزء من المسائل على الجزء اللي تم شرحه اللي هو متعلق بكاباستور اندكتور والعلاقات اللي بينهم. أول حاجة دي مسألة قدامنا اهيت موجودة في الشيل، بيقول ذا توتال كاباستنس اوف ذا تو 40 ملي فراد سيريز. يعني أنا متوصل عندي 2 40 ملي فراد اللي هم موجودين عندي هم كاباستور متوصلين ان بارل ويز 4 ملي فراد. بيقول لي هات قيمه السي ايكويفالنت اللي احنا عارفين زي ما شرحنا اللي احنا التوصيل في حاله الكاباستور لو كانوا متوصلين على التوالي فبيتعاملوا معامله التوالي في الريزيستنس، ولو كانوا متوصلين على التوالي بيتعاملوا معامله التوازي.
فانا دلوقتي متوصل معايا 42 ملي فراد كباستور، فهنا عشان اجيب السي اكوبلنت بتاعت الاثنين دوم فيكون حاصل ضربهم على حاصل جمعهم 20 ملي فراد، هيصبح عندي هنا 2 كباستور الاثنين مع بعض على التوازي، فيكون قيمه السي اكوبلنت بتاعتهم اللي هي حاصل مجموعهم 20 زائد 4 يساوي 24 ملي فراد. بعد كده المساله اللي بعدها مدينا تيار بيقول لنا الاي كوزاين 4 تي بيساوي كوزين 4 تي، وعندنا الفي بيساوي ساين 4 تي، بيقول لي قول لي وهو في دايره كده بيقول لي قول لي نوع العنصر اللي بينهم في الشكل ده، يعني هو مديني الشكل ده قال لي قيمه الجهد اللي عليه كوزين 4 تي وقيمه التيار اللي عليه هو بيساوي ساين 4 تي. طبعا احنا اتفقنا ان احنا زي ما الدكتور قالت لكم في المحاضره اللي احنا بناخد بالنسبه لنا ريفرنس الكوزين، فلو جالي اي في داله في كوزين والفي داله في الساين فلازم احول الساين لكوزين، قلنا عشان نحول الموجب ساين بتبقى تحويلتها بنطرح 90، يبقى الاي بتساوي كوزين 4 تي هتفضل زي ما هي، الفي بتساوي ساين 4 تي فعشان احولها تبقى ساين 4 تي، عشان احولها لكوزين هتبقى كوزين 4 تي ناقص 90. بقى عندي دلوقتي الاي بيساوي كوزين 4 تي والفي بيساوي كوزين 4 تي ناقص 90. طب انا دلوقتي لو تفتكروا احنا بنشرح قلنا ان احنا في حاله العلاقه بين الجهد والتيار في حاله الكباستور بتكون الاي الاي ليد الفي، فانت هتيجي اولا يعني هتشوف هل الاي ليد الفي ولا لاج الفي، هنا الاي كم زاويته بصفر والفي كم زاويته بسالب 90 يبقى فرق الزاويه اللي بينهم سالب 90. طب ماشي مين فيهم ليد التاني او لاج التاني؟ ان الاي زاويته بصفر والفي زاويته بسالب 90، ففي الحاله ديت هيكون عندي ان ان التيار سابق الجهد بزاويه 90، يبقى ديت في الكباستور زي ما هتلاقيها مشروحه عندك في الجدول اللي انا حاططه لكم في اخر الشرح. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، تعالوا نشوف هنكمل المساله اللي بعدها كده. يبقى انا عرفت دلوقتي اللي هي دي كابستور لان الاي ليد الفي باي 90. بعد كده عندي بيقول لي 5 هنري اندكتور تشينج اتس كارنت باي 3 امبير ان 25 ملي سكند، انا عندي علاقه بتقول الفي بتساوي ال دي اي باي دي تي، فانا قيمه ال ال بخمسه، قيمه الاي مديني قيمه الاي ومديني قيمه الزمن. هتقول لي يا باشمهندس التفاضل الزمن بالنسبه للتيار هنا قيم صغيره جدا، فاحنا بنعتبرها اللي هما مقسومين على بعض، فلو جيت يعني بتعوض عن التيار بقيمته وقيمه الزمن بقيمته وهتطلع 75 فولت. اللي بعدها مديني شيت مثاله سهله جدا، اللي بعدها بيقول لي اللي عندك كارنت ثرو 10 ملي هنري اندكتور، يعني ال ال ب 10 ملي هنري انكريز فروم 0 تو 2 بيتغير من 0 ل 2، بيقول لك هاو ماتش انرجي، عارفين ان قانون الانرجي في حاله الاندكتور بتساوي تربيع، فعندي نص في 10 في 10 سالب 3 في 4 يبقى 20 ملي جول. طب بعد كده بيقول لي الاندكتور امبير كان كومبايند جاست لايك ريزيستور امبير، يعني هل في حاله توصيل الاندكتور على التوازي بيكون معاملته نفس معامله الريزيستور؟ نعم اجابه صحيحه، هو كان سؤال ترو فولس. بعد كده بيقول لنا عندنا تو كاباستور 25 مايكرو فراد و75 مايكرو فراد ار كونكتد تو اميد فولت سورس، فايند ذا انرجي ستورد ان اتش كاباستور، بيقول لي هات لي الانرجي اللي موجوده في كل كاباستور عندك if they are connected in parallel أو series، وانا اوصلهم كتوالي او كتوازي واجيب قيمه الانرجي على كل كباستور منهم. انا رسمت الرسمه دي وحاطط لك المقاومه دي بس يعني عشان ما ينفعش اوصل مصدر دايركت على طول مع الكباستور كده، حاطينها بتعمل اللي هي يعني عشان تعمل ليميتنج للتيار، فديت مش هتاخدها معاك في حسابات خالص. انا عاوز اجيب الانرجي اللي موجوده على كده هي عباره عن نص سي في سكوير، طب انا عارف ان الجهد في حال الاثنين متوصلين بارل فالجهد اللي على الصبلال ال 100 بيساوي الجهد اللي على السي 1 بيساوي الجهد اللي على السي 2، فانا ممكن اجيب الشغل او الانرجي اللي موجود على المكثف الاولاني نص سي في تربيع، يبقى نص في 25 في 10 سالب 6 في 100 تربيع، والشغل في حاله ال 75 مايكرو فراد بيساوي نص في 75 في 10 سالب 6 في 100، يبقى انا كده جبت الشغل اللي موجود على المكثفين. بس في حاله توصلهم الاثنين مع بعض بقى على التوالي، في الحاله ديت انا عندي الفي واحد الجهد هنا مش بيكون متساوي، الجهد بيتوزع، فانا لازم اجيب الجهد على كل مكثف منهم. لو لاحظنا ان احنا هنا انا بعامل المكثف عكس معامله الريزيستنس، فلو تفرقوا قانون مجزئ الجهد في حالة اللي هو الفولتج ديفايدر كان بيقول لنا في حاله الريزيستنس الجهد الفرع بيساوي الجهد الكلي في مقاومه المقاومه اللي انا عاوز اجيب عليها الجهد على مجموع المقاومات.
هنا في حالة المكثف، فالقانون بيقول لك الفي بيساوي الجهد الكلي في المكثف البعيد على مجموع المكثفات، تمام. فأنا دلوقتي هبدأ أتعامل معاها بالطريقة دي، أنا عاوز أجيب الجهد اللي على الفي واحد، تمام؟ فالجهد اللي على الفي واحد هو عبارة عن الجهد الكلي في مقاومة الفرق على آخر أو أو المكثف البعيد اللي هو السي اتنين على مجموع المكثفات. ليه أنا خدت السي اتنين؟ قلنا عشان المكثفات بتتعامل عكس معاملة المقاومة، فيكون 175 على 75 زائد 25، جبت ال 75 فولت، يبقى ال V2 دايركت هيكون 100 ناقص 75 بيساوي 25، ومن هنا اقدر اجيب الشغل اللي هو نص سي في سكوير. يبقى انا كده حليت المسألة. بعد كده المسألة اللي بعدها بيقول لك فايند ذا فولتج اكروس ذا كاباستور ان ذا سيركت، هو عاوز الجهد اللي موجود على الكاباستور في الدائرة اللي محطوطة قدامي، بيقول لك اندر دي سي كونديشن. زي ما شرحنا في الشرح احنا قلنا اللي انا المصدر دي سي بيعمل ايه في المكثف والملف. المصدر دي سي قلنا اللي هو في المكثف بيحوله اوبن سيركت، وفي الملف بيحوله شورت سيركت. هنا انا عندي مكثفين، مكثف سي واحد ومكثف سي اتنين، نتيجه وجود المصدر ال 60 فولت اللي هو دي سي، فهو هيخلي المكثف الاولاني يتحول لاوبن سيركت والمكثف الثاني يتحول لاوبن سيركت معاك، فهيطبع شكل الدايره زي ما هو موضح قدامك دلوقتي. طب انا دلوقتي عاوز اجيب التيار اللي هو موجود، عاوز اجيب الجهد اللي عليهم. عشان تجيب الجهد اللي عليهم تعالى نشتغل، احنا نجيب الجهد على الفي واحد والفي اتنين. اول حاجه هنعمل لوب هنا ولوب هنا، لوب واحد ولوب اتنين. لو بصلت على لوب اتنين انا مش محتاج اعملها، ليه؟ لان انا عندي المكثف لما انا عملت ده اوبن سيركت، فالدايره اتفتحت عندي، الدايره اتفتحت، فمعنى ان الدايره اتفتحت عندك دلوقتي ان اصبح ان اصبح اللي انت مش معنى ان الدايره اتفتحت عندك اصبح مفيش مش تيار، التيار قيمته الاي 2 اصبح قيمته بتساوي 0، ففي الحاله دي الاي 2 قيمته بتساوي 0. حاجه اطبق لوب واحد، حاجه اطبقها نبداها من اول المصدر 60 او الموجب 60 زائد 40 وال10 وال20 في الاي واحد. هتيجي تقول او ناقص بقى لانها عكس التيار، هتيجي تقول لي يا باشمهندس اولا اول سؤال ليه حطيتها ناقص؟ هقول لك عشان التيار خارج من المصدر اهو، التيار خارج من المصدر عندك اهو، التيار خارج من المصدر هنا، فمعنى التيار خارج من المصدر هنا هو عكس اللوب بتاعتي. انا فرض اللوب ماشي مع عقارب الساعه، التيار ماشي عكس عقارب الساعه، فعشان كده حطيتهم بالنيجاتيف. ده اولا. ثانيا هتقول لي يا باشمهندس طب انت كده قلت لي هنا ان الاي واحد ال 20 اي واحد، المفروض لنا 40 اي واحد ناقص 10 اي واحد، ما هي المفروض يكون 20 اي واحد ناقص الاي 2. هقول لك ما انت عارف الاي 2 بصفر، فالتيار اللي فيها واحد. من هنا جبت الاي واحد هيطلع 60 على 70، هيكون جبت الاي واحد منه واجيب الفي واحد. طب الفي واحد هو جهد ايه؟ هو جهد المقاومه 40، تمام؟ فانا هجيب الجهد اللي على المقاومه 40، يبقى هو نفس الجهد اللي على الفي واحد، يبقى الاي في ال 40، طلعت قيمه الفي واحد. طب الناحيه الثانيه الفي 2 اللي هو الجهد الموجود على المكثف الثاني، انا مش معنى ان انا عملت اوبن سيركت على المكثف، المكثف اصبح مش عليه جهد، واصبح مش ماشي فيه تيار في الجهد في السلك ده، اما انا الجهد بيظل موجود عليه. فهنا لو هروح جاي عامل لوب بسيطه وهطبق اللوب الثانيه ديت، هقول سالب 60 زائد 20 في الاي واحد لان ماشي فيها اي واحد بس، زائد 50 في الصفر. 50 في صفر ليه؟ لان الاي 2 قيمته بصفر، زائد الفي 2، ومن هنا اطلع قيمه الفي 2 عندي 42.854. تعالوا نخش على المساله اللي بعدها. المساله اللي بعدها بيقول لك هات العلاقه بين المكثفات، مديك مجموعه من المكثفات وبيقول لك هات لك قيمه هات لي قيمة السي ايكوفالنت الكلية عندك. هنا احنا بس هي مسألة سهلة جدا، انا بس عاوز افهم ان انا في حالة المكثفات لما تكون توازي بيتعامل معاملة المقاومة، يعني بتجمعوا. حالة لما تكون توالي بيتعاملوا معاملة المقاومة في حالة التوازي، يعني حصل ضربهم على حصل مجموعهم. فانا هلاقي ال 80 ولا ال 40 توازي، يبقى هيبقى السي ايكوفالنت بتاعتهم اللي السي ايكوفالنت 1 بيساوي 80 زائد 40 ب 120. وهلاقي ال 10 وال 20 وال 30 توازي مع بعض، سي كوفرنت بتاعتهم اللي هي مجموعهم 10 زائد 20 زائد 30، تمام؟ هيصبح شكل الدايره عندي بالطريقه دي. هلاقي المقاومه 60 اللي هي ناتج السي كوفرنت 2 اصبحت توالي مع ال 60 الثانيه اللي هي موجوده عندي في الرسم من الاساس، يبقى هعملهم معامله التوازي. في حاله المقاومه يبقى 60 في 60 على 60 زائد 60 هيطلع ب 30. هلاقي ال 30 اصبحت مع ال 50 توالي، هجمعهم قيمتهم ب 80. هلاقي ال 80 دي اصبحت مع ال 120 توالي، هيتعاملوا معامله التوالي. 80 في 120 على 80 زائد 120 تطبق قيمتهم 48، يبقى 48 هلاقيها مع ال 12 توالي، هتتعامل معامله التوالي. يبقى 48 زائد 12 ب 60، هتلاقي ال 60 اصبحت مع ال 12 توالي.
التوالي هتتعامل معاملة التوالي في المقاومة، يبقى 60 في 12 على 60 زائد 12، يبقى انت كده جبت الـ C equivalent اللي هو عاوز. بعد كده في مسألة عندنا هنا بيقول فيها برضو في حالة الملفات بيقول determine الـ L equivalent اللي موجود عندك. طب انا دلوقتي عندي الـ L equivalent هنا، احنا قلنا الملف بيتعامل نفس معاملة الايه المقاومة. فانا في حالة التوالي اهو، في حالة عندي في حالة التوالي بيتعاملوا توالي، والتوالي توالي زي المقاومة بالظبط. فانا الاقي عندي ثلاثة توازي مع بعض، يبقى قيمة واحد على ال equivalent واحد بتساوي واحد على 60 زائد واحد على 20 زائد واحد على 30، وكده يبقى جبت وجيب من هنا قيمة ال equivalent واحد، تطلع قيمتها 10 مللي هنري. هل هي ال 10 مللي هنري دي اصبحت مع ال 25 توالي، يبقى قيمتهم مع بعض 35، وبعد كده ال 35 مع ال 10 توازي، يبقى ال equivalent الكليه 35 في 10 على 35 زائد 10 بيساوي 7.78 مللي هنري. في مساله بعد كده بيقول لك for the circuit shown in figure find z equivalent and use يعني بيقول لك find z equivalent في الدايره ديت and use and find the current i، ومديك قيمه الاوميجا الشغل اللي عندك. الاوميجا بتساوي 10 راديان بير سكند. مساله بسيطه خالص، ده المساله دي هي البدايه اللي انا اتعامل مع النظريات بتاعه السيركت. اول حاجه عشان تجيب z equivalent، الزد اكويفلنت هلاقي السالب جي 14 والجي 25 الاثنين مع بعض توالي، تمام ماشي، هجمعهم على بعض هتبقى قيمتهم عندي ب 16 بجي 11، تمام يبقى جي 11 توازي مع 16، يبقى جي 11 في 16 على جي 11 زائد 16 توالي مع ال 4 زائد جي 20، هتبقى قيمه الزد اكويفلنت الكليه عندي 9.135 زائد جي 27.47. طب بعد كده انا عاوز قيمه التيار اللي خارج من المصدر. طب ما قيمه التيار هو عباره عن في، كنا عشان نجيب تيار قبل كده في الدي سي كنا بنقول هو عباره عن في على الار ايكويفالنت، هنا التيار هو عباره عن في على الزد ايكويفالنت بيساوي 12 على 9.135 زائد جي 27.47، تطلع معايا قيمته بالطريقه دي. هو في الحاله ديت الاي اوف تي بيساوي انا عاوز احوله بقى من صيغه الفيلور الى صيغه التايم دومين زي ما كنا بنشوفها في قلناها في الشرح. هيبقى عندك بيبقى قيمة الاي ماكسيموم هو بتنزل هنا كده، وبعدين بتشوف الدالة كانت عندي كوزين ولا ساين. هنا كانت كوزين، مش حاطط لك كوزين ولا ساين، يبقى تحطها كوزين لان الريفرنس بتاعنا. طب قيمة الاوميجا هي قيمتها 10، يبقى كوزين 10 تي ناقص 71.65 اللي هي الزاوية بتاعتي بإشارتها. معايا دلوقتي الديك أول حاجة بيقول لك for the following pairs of sinusoidals determine which one lead and by how much. طب المطلوب هنا ايه؟ المطلوب هنا عشان تحسب الاثنين مين فيهم ليد ومين فيهم لاج التانية لازم يكون الاثنين ساين، يا اما الاثنين ساين يا اما الاثنين كوساين، فلازم اوحد. فهنيجي اول واحدة مطلوبة هنا كده، اول واحدة هنبص عليها ان ال في اوف تي بتساوي 10 كوساين وكذا، اما بالنسبة للاي اف تي فهي بتساوي 4 ساين 4 تي زائد 50، فدي بالكوساين ودي بالساين. لا لازم اوحدها معايا، عشان توحدها هتكون ازاي يا شباب؟ هتكون الحل اهو. اول حاجه الفي اوف تي بتساوي 10 كوزين 4 تي ناقص 60، مش هعمل فيها حاجه. طب الثانيه الاي اوف تي بتساوي 4 ساين 4 تي زائد 50، عشان احولها لكوزين قلنا ان انت لو الساين بالموجب احولها لكوزين يبقى اطرح 90، هنا يبقى 4 تي زائد 50 ناقص 90 يا بتساوي 4 كوزين 4 تي ناقص 40، يبقى زاويه ديت زاويه دي سالب 60 وزاويه ديت سالب 40، مين فيهم اكبر؟ طبعا السالب 40 هي الاكبر، يبقى مين فيهم اللي بتليد التانية؟ يبقى الـ I of T ليد الـ V of T باي 20. ده أول رقم A. طب رقم B يديك برضو معادلتين للجهد، قال لك الـ V1 of T بيساوي 4 كوزين 377 تي زائد 10، والـ V2 of T بيساوي سالب 20 كوزين 377 تي. عشان أحول السالب كوزين بعمل ايه؟ لا بتضيف 180 لا بتطرح 180. هنا ضفنا 180، المعادله الاولانيه هتفضل زي ما هي عشان هي بالكوزين، المعادله الثانيه ضفنا 180 هنا اصبح الزاويه هنا 180 والزاويه هنا 10، مين فيهم اكبر؟ ال في 2 اكبر، يبقى ال في 2 هي ليد ال في 1 باي 170 درجه. تمام.
رقم 3 بقى مديك ال x of t بيساوي 13 كوساين 2 t زائد 5 ساين 2 t، ومديك ال y of t بيساوي 15 كوساين t. انا مش هجري مثل y، ال y كده كده بالكوساين. انا اللعب كله هيكون في اولانيه دي. اولانيه دي فيها اتنين بارت، البارت الاولاني كوساين والبارت التاني ساين. طبعا انا ما اقدرش اجمع الاتنين مع بعض. طب الاتنين دول في صوره ايه؟ في صوره بنقول عليها الصوره الريكتانجل. الصوره الريكتانجل دي يا شباب عشان احولها لازم بحولها الصوره البولر، لان احولها القيمه وزاويه. طب عشان تحولها القيمه والزاويه تيجي تبص معايا هنا كده. اول حاجه ال اكس اوف تي بتساوي 13 كوساين 2 تي زائد 5 ساين 2 تي، تمام؟ فلازم احول الساين دي كمان، احول الساين 5 ساين 2 تي، 5 ساين 2 تي قلنا الساين لو كانت بالموجب يبقى اهي هطرح سالب 90، يبقى اهي تحولت بقت 5 كوساين 2 تي ناقص 90. بقى عندي الاثنين 13 كوساين 2 تي زائد 5 كوساين 2 تي ناقص 90. طبعا ما اقدرش اتعامل معاهم هما بالصوره دي، ما اقدرش اتعامل معاهم الاثنين، هجمعهم ازاي مع بعض؟ مش هتقدر تجمعهم. فبعمل ايه؟ بتحول كل واحده منهم لبولر. يعني ايه؟ دي 13 كوساين 2 تي، هل في زاويه هنا معاها؟ لا مفيش زاويه، الزاويه قيمتها بصفر، يبقى تحولها 13 وزاويه صفر. طب الناحيه الثانيه 5 كوساين 2 تي وناقص 90، ده في زاويه هنا سالب 90 اهي، يبقى هتكون معايا قيمتها 5 والزاويه سالب 90 اللي هي هيت 5 والزاويه سالب 90. حطهم على الاله الحاسبه الاثنين واجمعهم هيطلع معاك 13 ناقص جي 5، حولها بقيمه القيمه والزاويه هتطلع معاك بالقيمه دي. وان شاء الله هنعمل فيديو نوضح لكم ازاي طريقه التحويل على الاله الحاسبه. والناس اللي هتروح السكشن الاسبوع الجاي لازم يكون معاها اله حاسبه، لازم السكشن اللي جاي بعد كده لازم يكون معاك اله حاسبه عشان تعرف تشتغل عليها. دلوقتي معايا الاكس اوف تي بيساوي 13.928 كوساين 2 تي ناقص 21. انا هنا رجعتها من الصوره البولر للريكتانجل او التايم دومين. الصوره البولر رجعتها للتايم دومين ازاي يا شباب؟ اللي انا خدت قيمه ال 13.9 اللي بعتبرها الفي ام اهي حطيتها هنا اهي، وقيمه الزاويه سالب 21 اهي، بس الاوميجا تي بتفضل زي ما هي بالظبط ثابته معايا طول المساله. يبقى الواي اوف تي بتساوي 15، يبقى الزاويه هنا سالب 11.8 والزاويه هنا سالب 21. أنا فيهم أكبر يبقى السالب 11 أكبر، يبقى معايا هنا ال V of T اللي هي ال Y بقى of T، مفيش V of T. ال Y of دي Y، ال Y of T lead ال X of T by زاوية 9.24. بعد كده معانا مسألة كمان بقى نبدأ نخش في نوع تاني من المسائل. بيقول لك A voltage V of T بيساوي 100 كوساين 60 T زائد 20 is applied to a parallel combination of 40 كيلو اوم ريزيستور. يعني دلوقتي معايا جهد، مصدر جهد قيمته 100 كوساين 60 تي، ومعايا is applied to a parallel combination of 4 كيلو اوم ريزيستور and 50 مايكروفارد. يعني الدايره عندك بتتكون من ايه؟ بتتكون معايا ادي مصدر اهو، تتكون معاك من مقاومة، وتتكون معاك من مكثف، وبعد كده في مصدر عندك دي شكل الدايرة معاك. بالنسبة للمقاومة، المقاومة قيمتها كام؟ قيمتها معايا 40 كيلو اوم، ومعايا قيمة المكثف قيمته 50 مايكرو فاراد. الشغل هنا بسيط، أول ما تمسك المسألة في حاجات لازم تعملها ثابتة. أول حاجة قيمة المصدر اللي معاك دي، قيمة المصدر اللي معاك اللي هي ال VT 100 كوساين 60 تي ناقص 20 لازم تحولها لقيمة وزاوية. احنا قلنا هناخد قيمة المية وقيمة الزاوية اللي هي دي يا شباب، اللي هي 100 بقت 100 وزاوية 20، تمام؟ حط قيمة المية، يبقى انا قيمة الجهد معايا 100 وزاوية 20، تمام؟ طب بعد كده بعد كده معايا 40 كيلو اوم ريزيستور ومعايا 50 مايكرو فراد كاباستور. دلوقتي انت عشان تشتغل المساله ديت وبيقول لك اول حاجه تشوف ذا كوريكت انسر. هو اول حاجه كان اول مطلوب معاك كان بيقول لي هات لي قيمه الاي ار،
يعني المطالب في المسألة دي، المطلوب الأول يعني بيقول لك هات لي قيمة الـ IR، والمطلوب التاني بيقول لك هات لي قيمة الـ IC. الـ IR بالنسبة لي، الـ IR اللي أنا هعمل إيه؟ الـ IR بيساوي الـ V على الـ R. فأنا الـ V قيمة 100 والزاوية 20 على 40 كيلو أوم، هتطلع القيمة ديت معاك تمام. طب تاني حاجة عاوز أجيب الـ IC بتساوي CdV باي DT، ده القانون اللي إحنا عارفينه. هتفاضل معادلة الجهد، معادلة الجهد تفاضلها معاك هيساوي 50/10 أس هيطلع معايا 50/10 أس 6 في الزاوية سالب 60 في 100 ساين 60 تي زائد 20. فاضل المعادلة دي في الآخر هيطلع معاك قيمة التيار بتاع المكثف سالب 300 ساين 60 تي زائد 20 ملي امبير. طب المساله اللي بعد كده، المساله اللي بعد كده بيقول لك انا عندك سيريز ار ال سي سيركت، يعني عندي ار قيمتها 80 وعندي ال قيمتها 240 وعندي سي قيمتها 5 مايكرو فاراد، الثلاثه 5 ملي فاراد، الثلاثه متوصلين مع بعض على التوالي تمام، وحاطين عليهم مصدر 10 كوساين 2 تي. اول ما تمسك المساله عشان تجيبها وبيقول لك في المساله دي هو طالب الار، طالب قيمه التيار اللي ماشي في الدايره. مساله زي ديت المساله اللي زي ديت المسألة دي أول ما تمسكها لازم أول حاجة تعملها اللي أنت تشوف قيمة المكثف وقيمة الملف دي بالقيمة بالهنري ودي بالفراد، لازم تحولهم تجيب قيمة الكوير رياكتنس والكباستنس رياكتنس اللي هي قيمتهم بالأوم. طب أحولها، أنا عندي الملف قيمته ال 240 اللي قيمتها بتساوي 240 هنري تمام، وعنده قيمة جي اوميجا ال بتساوي قيمتها جي اوميجا ال بتساوي جي 2 زائد جي 2 في 240 في 10 سالب 3 بتساوي جي 48. يعني انا قيمه ال ال دي عشان احولها للقيمه اللي انا عاوزها بجيب حاجه اسمها جي اوميجا ال اللي هي الاكس ال. طب بعد كده لو انا عاوز اجيب السي لازم تروح، انا خدت الملف وحولته جبت قيمه الاكس ال وجبت السي اجيب قيمه الاكس سي اللي هي بتساوي 1 على جي اوميجا سي تساوي 1 على جي 2 في 5 في 10 سالب 3 بتساوي سالب جي 100. طب بعد كده الزد، الزد قلنا في الاول خلاص واحنا بنشرح اللي عباره عن ار زائد الجي اكس ال ناقص الجي اكس سي اللي انت هتجمع الثلاثه مع بعض اللي هي 80 زائد جي 48 من 100 زائد جي سالب 100 سالب جي 100. بعد كده عشان تجيب قيمه الاي بتساوي الفي على الزد يطلع لها قيمه وزاويه بالطريقه ديت. طبعا هو مش عاوز مش عاوزها كده وعاوزها في الام اس كيو من الاختيارات كان عاوزها في التايم دومين، فعشان تحولها للتايم دومين اول حاجه القيمه دي بنكون قيمه الماكسيمم اللي عندنا اللي هيكون اهيت تمام. بعد كده عند قيمه الزاويه بشيلها برضو وروح جاي حاططها هنا كده، الاتنين تي دي بتكون معايا ثابته طول المساله. بعد كده في مسألة كمان نفس المسألة تقريبا يقول لك look at the shown figure then answer the following MCQ. أول حاجة بيقول لك وعاوز القرن، بيقول لك اديك الشكل والشكل ده مديك فيه مقاومة ملف مكثف متوصلين مع بعض التوالي نفس أخت المسألة اللي قبل دي. بيقول لك the current I in the circuit اديك الجهد ال VS، اديك جهد ال VS اللي عندك اهو بيساوي 50 كوزاين 200 تي، بيقول لك هات لي الكرنت الاي اللي موجود اللي هو ده نفس اللي عملناه. هنمسك اول حاجه المصدر اهو هنحوله لقيمه وزاويه، هناخد ال 50 اهي ومعايا هنا زاويه قيمتها كام؟ قيمتها صفر، يبقى 50 والزاويه صفر والاونجا قيمتها 200. بعد كده روح جاي ماسك المكثف، المكثف عشان تحوله بيقولنا بنجيب حاجه اسمها الاكس سي بتساوي 1 على جي اوميجا سي هتجيب قيمته اهي. بعد كده هنمسك الملف، الملف وهتيجي الملف عندك تجيب حاجه اسمها
الاكس ال بتجيب الاكس ال، وهنا بتجيب الاكس سي في المكسب. تمام، بعد ما جبتهم هنجيب قيمة الزد كلية، هي بتجمع قيمة المكثف على قيمة الملف بعد ما حولتهم للإكس ال مع قيمة المقاومة، يبقى الأي بتساوي في إس على زد إنبوت بتساوي 50، والزاوية زيرو اللي هي قيمة الجهد على 10 زائد جي 3، وهتطلع معاك قيمته اللي هي القيمة المحطوطة هنا ديت اللي هي 4.789، والزاوية سالب 16.7. طبعا هنحولها برضو بالطريقة ديت اللي احنا نحولها القيمة في التايم دومين. المسألة اللي تحتها بس كده، يعني المطلوب اللي احنا بس عاوزين نعرف حاجة واحدة بس، اللي هو بيقولك تجيب حاجة اسمها الادميتنس. الادميتنس دي هي عبارة عن مقلوب الزد اللي احنا حاسبينها هنا دي. طب انا اقدر اجيب الزد من هنا؟ اعرف اجيب الزد. الزد ايكوفالنت تلاتة متوصلين مع بعض، ومحولهم لك جاهزين هنا. لو لاحظنا اللي هم متحولين جاهزين، مديك سالب جي 10 وهنا جي 8 وهنا 4، هو محولهم لك جاهزين، مش محتاج تجيب قيمة الـ XL، مش محتاج تجيب قيمة الـ XL، ومش محتاج تجيب قيمة الـ XC والكلام ده، هو محولهم لك جاهزين. فأنا عشان أجيب قيمة المقاومة المكافئة أو الزد المكافئة، فبتعامل أكنها مقاومة عادي خالص. عندي تلاتة إمبيدنس متوصلين مع بعض على التوازي، يبقى عشان أجيب الزد بتساوي 1/4 زائد 1/G8 زائد واحد، واحد على زد بيساوي 1/4 زائد 1/G8 زائد 1/-10. تمام، وانا عندي الزد الواحد على زد بتساوي واي. يعني انا حاليا كده عندي الواي بتساوي واحد على زد، وانا اصلا الواي بتساوي واحد على زد، وانا عندي قيمة المكافأة الكلية. القيمة الكلية اللي عندي هي الواي، عندي القيمة الكلية الواي هنا اهي، الواي بتساوي 1/4 × 1/8 ناقص 1/10، وهي دي هتكون القيمة اللي موجودة معايا. بعد كده في مسألة معانا كمان بيقولك for the circuit shown in the figure، مديك الأوميجا، قالك في الأوميجا فوق اللي هي بتساوي 10 ريت بير سكند، هو محول لك كل المسألة هنا مجهزها لك جاهزة كلها. مديك قيمة الملف وقيمة المكثف بالأوم، جايب لك قيمة الإكس ال وقيمة الإكس سي، وجايبهم لك جاهزين معاك. هنبص في المسألة، مديهم لك جاهزين، كل حاجة مديها لك جاهزة. فاضل اللي انا اجيب الزد اكوفالنت. الزد اكوفالنت اكنها زي المقاومة بالظبط، معايا قيمة سالب جي 14 زائد جي 25 على التوازي مع ال 16. يبقى اهو سالب جي 14 زائد جي 25 على التوازي مع المفروض دي 10، هي 4 زائد جي 20، المفروض دي 16، مكتوبة هنا غلط، المفروض دي تكون دي 16. تمام، بعد كده هيكون قيمة الزد ايكوفالنت. وبعد كده عشان اجيب التيار بيساوي الفي على الزد ايكوفالنت، سهلة جدا. الفي عندي هو مديول 12، والزاوية صفر جاهزة. وهنا بقى التريكة اللي هنا في ايه، اللي هو بيقول لك بعد كده انا عاوز اجيبها في التايم دومين. فعشان تجيبها في التايم دومين انا هحول دي للقيمة بتاعتها، هاخد القيمة الأولانية اللي هي 414 من 1000 اهي. طب كوزاين الاوميجا بكام؟ الاوميجا مديها لك فوق بقى 10 تي. كان المثال اللي قبل كده ان هو انا بكون عارفها، بكون عارف قيمه الاوميجا من المساله، بعرفها من قيمه المصدر اللي هو قال لك هنا مثلا 200 تي، ما انا في المساله بتاعتنا هنا هو قايل لي قيمه الاوميجا فوق، فهتكون 10 تي ناقص 71.605، وده هتكون قيمه التيار اللي معايا. المسألة اللي بعدها برضو نفس الحوار، واحد هنا ليه تحوله ل XL، وعندك واحد فراغ تحوله ل XC، وهتجيب قيمة الزد الكلية وتقسم I على V. طب المسألة اللي بعد كده برضو نفس القصة،
بيقول لك لوت اد ذا شون فيجر ذن انسر ذا فولوينج ام سي كيو. المسألة دي مديك فيها قيمتين للمصدر، مديك فيها مصدر ومديك مقاومة ومكثف وملف معاك ومش محولها لك. لازم انت اللي هتبدأ تحول كل حاجة لوحدها. قيمة الأوميجا أنا عرفتها هي ب 200 منين؟ قيمة الأوميجا عرفتها منين؟ من المصدر أهي اللي بيكون جنب التي. تمام. بعد كده عندي 50 مايكرو فراد اللي هو الإكس، عاوز أحولها أجيب قيمة الإكس سي يا واحد على جي أوميجا سي، سي واحد على جي الأوميجا قيمتها 200، في سي قيمته 50 في 10 أس سالب 6 هجيب قيمته. بعد كده هجيب قيمة الإكس ال، الإكس ال بتساوي 1 من 10 هنري تساوي جي أوميجا ال وأجيب قيمته. بعد كده أنا معايا الخمسين والجي خمسين، الاتنين دول موصلين مع بعض على التوازي، جبت قيمتهم التوازي بتاعتهم اللي هو 50 في قيمة الإكس سي اللي هو سالب جي 100، لأن هي ديت الإكس سي مش هاخده بالفرد، مش هتعامل معاه طبعا بالفراد، أنا هتعامل معاه بقيمته بالأوم. يبقى 50 في سالب جي 100 على 50 ناقص جي 100، وجبت قيمته اللي هي 40 ناقص جي 20. بعد كده هجيب قيمة الفي نوت، قيمة الفي نوت بتساوي قيمة المصدر على قيمة الزد انبوت، الزد الكلية، الزد الكلية بالنسبة لي ومش كاتبها هنا، بس هي تكون عبارة هتجمع كل حاجة عندك في الدايرة، تجمع ال 30 مع قيمة الإيكوفالنت بتاعت ديت مع قيمة الهنري اللي هي طالعة بجي 20، القيمة اللي طالعة عندي أنا جايبها قيمة الإكس ال. بعد كده هجيب قيمة الفي نوت، قيمة الفي نوت طبعا عشان تحولها للساين أو الكوساين، طبعا أنا هنا عندي ساين، دي ساين، دي لازم أحطها بساين ليه؟ عشان قيمة المصدر بجهد المصدر نفسه بالساين هنا، يبقى 17.4 هو طالب قيمة الجهد اللي موجود على الملف. قيمة الجهد اللي موجود على الملف بنجيبها بحاجة اسمها قانون الكرنت ديفايدر. قانون الكرنت ديفايدر وبيقول لك جهد المنطقة اللي أنا عاوزها، جهد الحتة اللي أنا عاوزها، تمام، بيساوي الجهد الكلي أهو في المقاومة البعيدة. المقاومة البعيدة هنا هتكون الجزء ده أو الإمبيدنس البعيدة على مجموع المقاومات، هيبقى على الزد انبوت الكلية. يبقى تاني، جهد المنطقة اللي انا عاوزها اللي هو الفي نوت ده بيساوي الجهد الكلي اللي هو قيمته 60 والزاوية 0، تمام، في المقاومة البعيدة اللي هي 30 زائد 40 ناقص جي 20 اللي هي هتطلع جي 20، هنا القانون الجهد هنا، آسف، قانون الجهد هنا قانون بيساوي جهد الفرع بيساوي الجهد الكلي في مقاومة الفرع نفسه أو في إمبيدنس بتاعة الفرع نفسه اللي هتبقى جي 20. يبقى الفي نوت بيساوي الجهد الكلي اللي هو 60 والزاوية 0، تمام، في مقاومة الفرع نفسه اللي هي جي 20 إكس إل، تمام، على الإمبيدنس الكلية بتاعة الفرع ده. حل تاني اللي أنت اشتغل عليه لما تشتغل في ثانوية عامة خالص، قيمة التيار اللي ماشي هنا عن طريق اللي أنت هتقسم الجهد ده على قيمة الزد انبوت الكلية، هيطلع لي قيمة التيار اللي ماشي في الفرع، عشان تجيب الجهد اللي في الحتة دي اضرب التيار في قيمة الاكس ال اللي هي جي 20 وريح دماغك. الحتة دي بقى جديدة، قبل ما نقولها كده نقول يعني انا دلوقتي مسألة بيقول لي هات لي قيمة الزد توتال او الزد انبوت، الزد الكلية للدايرة دي. لو احنا بصينا في الدايرة دي كده احنا عاوزين نجمع مقاومات توالي وتوازي، هنشوف الحاجات التوالي مع بعضها والحاجات التوالي، العشرة والسالب جزء 16 دول مع بعض، العشرة والسالب جزء 16 تحت مع بعض، مفيش أي حاجة تاني اللي جوه دوم، مفيش أي لهم علاقة بدوم ولا توالي ولا توالش. دي من عليها بنستخدم حاجة اسمها الستار والدلتا، تحولة الستار والدلتا اللي هما دوم. الستار بيكون شكلها في الدايرة كده، يعني الستار بيكون شكلها في الدايرة معايا كده، الستار بيكون شكلها في الدايره كده، ودي ممكن يكون شكل تاني لها، اما بالدلتا شكلها كده او شكلها بيكون كده في الدايره، تمام. انا عندي في حاجتين في بعض المسائل سوف نحتاج لتحويلة الدلتا والستار، وللعكس لو المساله وقفت انا مش لاقي توالي ولا تواتي. ولو انا عاوز احول دلتا لستار، يعني عاوز احول من دي لدي اهو، يعني عندي دلتا اهيت اللي هي بالاحمر ده اللي هو بالخط الثلث، عاوز احولها لستار اللي هي بالخط المنقط اللي في الوسط ده. فعندي قوانين ثابته، يعني الار اي اللي هي الار اي دي، تمام، بتساوي المقاومتين اللي هي موجوده بينهم، هي يعني موجوده بين المقاومه دي والمقاومه دي اللي هم مشتركين معاها في نفس النقطه اللي هو ار 1 في ار 2 على مجموع الثلاث مقاومات اللي هي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. طب الار بي
الار بي اللي عندي اهي، الار بي فين؟ اهي الار بي موجوده بين ايه وايه، موجوده بين ار واحد وبين ار تلاته، يبقى ار واحد في ار تلاته على مجموعه تلات مقاومات. وكذلك الار سي موجوده بين ار اتنين والار تلاته على مجموعه تلات مقاومات. يبقى انا القانون ده بستنتج منه اللي انا عندي المقام ثابت وانا بحول من دلتا لستار. طب احول لو العكس بقى، لو انا عاوز احول من ستار لدلتا، حولت الستار لدلتا، يبقى انا لو كان عندي ستارز اللي في النص ديت اللي هي الار واحد والار اتنين والار تلاته، وعاوز احولهم من ار اكس والار واي والار زد اللي هو خط النقط ده، الار اكس عشان اجيبها حاصل ضرب المقاومات كل واحده مع الثانيه، يعني ار واحد في ار واحد المقاومات اللي جوه طبعا اللي انا عاوز اشيلها، ار واحد في ار اتنين زائد ار اتنين في ار تلاته زائد ار تلاته في ار واحد اللي هو البسط بتاعي ده، البسط ثابت في الثلاث تحولات تمام، على المقاومه البعيده عن ار اكس. انا ار اكس هيبقى المقاومه البعيده عنها هي كام؟ هي ار تلاته تمام. وكذلك الار واي حاصل ضربهم كل واحده في الثانيه، ار واحد في ار اتنين زائد ار اتنين في ار تلاته زائد ار تلاته في ار واحد، على المقاومه البعيده عن الار واي، الار واي اهي المقاومه البعيده عنها فين؟ اللي هي فوقها بعيده اهي ار واحد. وكذلك الار زد بتساوي الار واحد في ار اتنين زائد ار اتنين في ار تلاته زائد ار تلاته في ار واحد على المقاومه بعيدة عنها اللي هي ار اتنين. تعال يعني نشوف بقى المسالتين اللي موجودين في الشيت على الجزئيه دي. اول مساله اهي، انا قلنا ان احنا ديت ودي مع بعض، ودي ال 10 والسالب دي 16 طوالي مع بعض، بس انا ال 10 وال 20 والجي 15 اللي في الوسط دوم دوم مش عارف اتصرف فيهم ولا عارف احل المساله من غيرهم، فبستخدم حاجه اسمها تحويله الستار للدلتا. هنا تحولت الستار للدلتا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره ان انا امسك المقاومه دي كده واحولها لستار تمام. عشان تحولها لستار احولها لحاجه اسمها زد واحد، دي ستار انا هحولها لدلتا، هتكون عباره هجيب القيمه دي اللي هي زد واحد وزد اتنين وزد تلاته توصيلتهم مع بعض على التوالي. فعشان احولهم مع بعض التلاته مع بعض، عشان تحول التلاته دول مع بعض، قلنا اول حاجه عشان اجيب الزد واحد، الزد واحد اللي هي المفروض تكون متوصله بين دي ودي تمام، اللي هي موجوده بين المقاومتين دول زد واحد، حاصل ضربهم ايه يا شباب؟ حاصل ضربهم مثنى مثنى يعني كل واحده في الثانيه، يبقى 10 في 20 اللي هيطلع قيمتها ب 200 زائد 10 في 100 في 15 تبقى جي 150 زائد كام؟ زائد 20 في جي 15 تبقى جي 300 على المقاومه البعيده عن الزد واحد، المقاومة البعيدة عن الزد واحد اللي هي دي اللي هي تكون قيمتها قيمة المقاومة 10 دي المقاومة البعيدة عنها تمام. هي دي محتاجة شرح بورقة وقلم، لأن هو هنا مش هتكون واضحة خالص، يعني اللي مش هيفهمها ممكن السكشن الجاي نوضحها، يعني هنحاول نقربها بأقرب صورة ممكنة. طب بعد كده أنا عاوز أجيب الزد اتنين، الزد اتنين عندي أهي، الزد اتنين فين مكانها؟ أهو المفروض تكون موجودة بين إيه وإيه؟ المفروض تكون موجودة بين 20 وال 10 تمام. يبقى قلنا عند البسط ثابت اللي هو نفس البسط اللي هو 200 زائد جي 150 زائد جي 300 اللي هو 200 زائد جي 450 على المقاومه البعيده عن زد 2 اللي هي جي 15 تمام. طب بعد كده عشان اجيب زد 3 بنفس الحوار، البسط ثابت اللي بتغير معايا هو قيمه المقام اللي هي هتكون 20 بس. كده اصبح شكل المساله ايه؟ اصبح اللي انا معايا ال 10 والسالب جي 16 الاثنين مع بعض هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم على التوازي مع الزد اتنين، يعني دوم كده الاتنين دوم دوم على التوازي مع الزد اتنين تمام. وهتلاقي العشرة والسالب ستاشر اللي تحت على التوازي مع الزد تلاتة تمام. هتجيب دوم بعد ما تجيب دوم على التوازي ودوم على التوازي مع بعض، هتبص تلاقي المسألة فضلت اللي الجزء ده كله أصبح مع التوازي مع الزد واحد، وبعد ما أصبح على التوازي مع الزد واحد هتجيب الزد توتال اللي هو هتجمع عليه تمانية ناقص جي اتناشر. طب الناحية التانية المسألة دي بقى ديت التحويل العكس ممكن توضح من هنا أكتر من التانية. برضه أنا دي عندي دلتا وعاوز أحولها لستار، عندي ستار قصدي وعاوز أحولها لدلتا، لأن هي المسألة واقفة خالص. هتحولها إزاي؟ اللي أنا عندي الستار اللي في الوسط دي أحولها لدلتا. ابدأ بقى، أنا عندي الزد أهي وأدي الزد أهي وأدي الزد أهي، هتجيب كل واحدة منهم لوحدها. زد اي بي بتساوي 2 ناقص جي 2 زائد جي 4 على جي 2، وكذلك الزد اي سي بتساوي 2 زائد جي 2 على 2،
اللي هو اللي عندك البسط يكون ثابت، اللي هو حاصل ضربهم مثنى مثنى، او حاصل ضربهم كل واحده في الثانيه 2 في سالب جي زائد سالب جي في جي 2 زائد جي 2 في 2 على المقاومه البعيده عنهم، وهتبقى بنفس الحوار وتطلع. الجزء ده صعب جدا الشرح، لازم ده يشرح ورقه وقلم يعني، لان دوت او يشرح على السبوره. ان هو القانون اصلا المفروض الداتا ستار دي يا شباب هي المفروض تكون دي انت درستها قبل كده، انت ما درستهاش قبل كده في دراستك سواء في اعدادي او في ثانوي او الكلام ده، لا انت المفروض تكون درستها في المنهج قبل الجزء ده. على فكره هستعد لكم في جزء الاي سي بعد كده، هيبقى في مسائل عليها صريحه، هي ممكن تتعاد بصوره اكبر في الشيت الجاي، هتلاقي في مسائل صريحه عليها وتبدا تشتغل عليها بايدك يعني، هتبدا تشتغل. القانون لازم يشرح لك، لازم يشرح لك المره الجايه. فاللي مش هيفهم هنا يا شباب، اللي مش هتوضح له هنا، لازم في السكشن يسال في الجزئيه دي، لانها ممكن تخش لك في اي مساله. وبالنسبه لباقي الشيء، بالنسبه للشغل على الاله الحاسبه، لازم تتعلم ان انت تشتغل على الاله الحاسبه بسرعه، مهم جدا 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 انت تشتغل على الاله الحاسبه وايدك تكون سريعه عليها. احاول باذن الله ان انا اعمل فيديو اوضح فيه ازاي استخدم الاله الحاسبه. نبدا مع بعض دلوقتي ان شاء الله، نشرح بقى مسائل على النود والمش والنظريات التانية. بالنسبة للنود والمش، فاحنا درسنا النود والمش في شابتر اللي قبل كده في شيت 2، درسناهم بالتفصيل معانا ازاي نتعامل مع النود وازاي نتعامل مع المش ونحل المسائل بتاعتهم. الشرح مش هيختلف عليه حاجة خالص جديدة عن الشرح اللي قبل كده، بس مجرد اللي انت بتطبق النظريات دي في حالة الاي سي. تعالى نشوف مثال يعني، مثال قدامنا كده. اول حاجة بيقول لك ديترماين الاي ان ذا سيركت اوف ذا فيجر كذا، ماشي، مديك بيقول لك هات لي قيمه الاي اللي هو التيار اللي عندك دوت هنا، بيقول لك في حاله باستخدام النود اناليسيس ميثود، تمام. طب تعالوا نشوف المساله دلوقتي. احنا بنحدد اول حاجه، قلنا عشان نحل النود فاحنا بنحدد عدد النود اللي عندنا، نشوف عندنا كام نود في المساله، تمام. فلو بصيت هلاقي عندي ادي النود، اتاني محددها لك كده، دي كلها تعتبر نود واحده. ليه؟ لان مفيش اي عنصر بينهم، يبقى الخط ده كله يعتبر نود واحده، لان مفيش اي عناصر بينهم، تمام. احنا قلنا النود هي يعني اي نقطه مشترك فيها ثلاث فروع هنا اللي بتطبق عليها نظريه النود، تمام. وهلاقي عندي النود اللي تحت دي برضو كلها كنود واحده، بعتبرها كريفرنس عندي. فباجي اطبق النظريه، فرضت عليها جهد، قلنا الفي واحد جهد عليها اهو، وبعد كده هفرض التيارات كلها خارجه من كل الافرع وابدا اطبق. قبل ما تطبق لازم تتاكد ان المساله متحوله كلها للفيزر عندك، يعني هاجي عند على مصدر الجهد دوت، لازم هتلاقي قيمته 2 كوزين 10 تي، فلازم تحول القيمه والزاويه يبقى 2 والزاويه 0. هاجي الناحيه الثانيه عند الناحيه الثانيه عند المكثفات والملفات، لازم تحول قيمتهم من قيمه الفراد والهنري اللي انت تحولهم بالاوم، اللي انت تجيب قيمه الاكس ال وقيمه الاكس سي. فهاجي اجيب قيمه الاكس ال، الاكس ال بيساوي جي اوميجا ال او جي 2 باي اف ال، يبقى جي اوميجا ال انا عارف قيمه الاوميجا قيمتها ب 10، يبقى جي 10 في 1 الواحد هنري يساوي جي 10، يبقى قيمه الملف بتساوي جي 10. طب المكثف اكس سي بتساوي 1 على جي اوميجا سي، 1 على جي 10 في 1 يبقى سالب جي 1 من 10. حطهم في المساله وابدا حل. حاجه اطبق النود، هقول في 1 ناقص 2 والزاويه 0 على 1، وبعد كده في 1 ناقص 0 على قيمه المكثف بالاكس ال على اكس سي اللي هي سالب جي 1 من 10، بعد كده هقول في 1 ناقص 0 على قيمه الملف، مش قيمه ال ال، لا قيمه الاكس ال اللي هي بتساوي جي من جي 10، بعد كده في 1 ناقص 0 على 1 اللي هي 1 اوم عندي، ومن هنا هتلاقي المعادله في مجهول 1 اللي هو الفي 1 هيطلع قيمته معايا 198 من 1000 والزاويه سالب 78.57، يبقى قيمه الاي اللي عندي هنا. طب هو طالب قيمه الاي، التيار ماشي من المصدر لحد الفي 1، يبقى 2 والزاويه 0 ناقص الفي 1 على 1، هطلع قيمه الاي عندي وهي اللي هي بالصوره دي اللي عندي، تمام. وهاجي طب انا عاوز اجيبها في صوره التايم دومين زي ما اتفقنا، عشان تحولها للتايم دومين فالاي ماكسيم بيتحط في قيمته، وبعد كده بعمل كوزين 10 تي كوزين الاوميجا تي، الاوميجا عندي ب 10 زائد الزاويه عندي 5.65 امبير، تمام. ويبقى هنا كده المساله اتحلت، وده المطلوب من المساله. نبص في مساله تانية عن النود مع بعض، المساله اللي تحتها على طول. بيقول لك يوز النود النود الاناليسيس تو فايند الفي نود، الفي نود اللي هو الجهد اللي موجود على المقاومه واحد اللي عندها ديت ان ذا سيركت اوف ذا فيجر 6. اول حاجه هنعملها برضو زي ما عملنا في قبل كده، اللي انا احول كله اللي انا عندي 16 ساين 4 تي
وعند الاثنين كوزين 4 تي، وعند الاثنين هنا، والحاجات دي لازم احولها كلها. فاحول المكثف الاول، مكثف قيمته عندي ب 1 على 12 تمام بالله تمام، يبقى الاكس سي بتساوي 1 على جي اوميجا سي، يبقى 1 على جي 4 في 1 على 12 هيطلع قيمته بسالب جي 3، احطها على طول في الرسمه. بعد كده الاكس ال حوله اللي هو قيمته ب 2 هنري، يبقى الاكس ال بتساوي جي اوميجا ال، يبقى جي 4 في 2 ب 8، يبقى جي 8 معايا جي 8 دي، يبقى دي قيمه الاكس ال. بعد كده هتشوف المصادر اللي عندي، هبص الاقي في مصدرين عندي، مصدر بالساين ومصدر بالكوزين، فانا هنا لازم احول الكوزين للساين، لازم احول الساين للكوزين زي ما الدكتوره قالت لكم، اللي انتوا لازم تشتغلوا وتاخدوا الريفرنس بتاعكم هو الكوزين تمام. ف 16 ساين 4 تي دي عشان احولها هتبقى 16 كوزين 4 تي ناقص 90 زي ما موجود عندنا هنا، هحولها القيمه ودوي هتبقى 16 والسالب 90. احول المصدر الثاني اللي هو 2 كوزين 4 تي لقيمه ودوي هيبقى 2 والزاويه 0. لو بصينا هنا كده هنلاقي النود ده خطه فاضي معلوش اي حاجه، فانا ممكن اوصل دي دايركت على طول بالسلك اللي فوق، ودي دايركت على طول لفوق، لان هي يعتبر النقطه دي هي نفس النقطه ديت، وتحت كذلك، بحيث ان انت تسهل المساله وتخلي شكل المساله مبسط بالنسبه لك. بعد كده هبدا اختار اشوف عدد النودات، هلاقي عندي نود واحده بس اللي هي شكل المساله بعد ما ظبطتها اهو، هلاقي عندي ادي نود فوق اهيت مفيش حاجه بينهم، ادي نود واحده، وتحت برضو كذلك اختار اللي تحت كريفرنس، اللي فوق هسميها في نود لان الجهد اللي عليها هو نفس جهد الفرع اللي تحتها اللي هو الموجود على المقام 1 اوم اللي انا عاوزه، فهدي اسميها في نود. وهبدا افرض التيارات كلها خارجه من كل فرع من الفروع الاربعه، وابدا اطبق نظريه النود عندنا في المساله. بعد كده نستخدم طريقه النود بقى، هبدا تعالوا نشوفها في الصفحه اللي قبلها كده قبل ما نشوف المعادله ديت. هبدا اطبق النظريه، فهاجي اقول في نود ناقص 16 بالزاويه سالب 90 على 4 ناقص جي 3، بعد كده في نود ناقص 0 على 1. بعد كده هلاقي مصدر، انا بجمع التيارات، فالتيار اللي عندي ده جاهز هيكون كوم 2 والزاويه 0، فهيكون بس هنا يبقى بالسالب سالب 2 عشان خاطر التيار عكس الفرد بتاعي، يعني الفرد اللي كله خارج. بعد كده يبقى في نود ناقص 0 على 6 زائد جي 8 تمام، هي المعادله اللي قصادنا دي. هلاقي معادله في مجهول واحد اللي هو الفي نود، هطلع قيمته، هظبط شكل المعادله واطلع قيمته، خد الفي نود عامل مشترك واطلع قيمته، هيطلع الفي نود زاويته ب 3.8355 والزاويه سالب 35.0244، هحوله لسيرة التايم دومين، اخد قيمة الفي ماكسيمم هي 3.8355 كوزاين 4 تي ناقص 35.024، وكده هجي واكون جبت قيمة الفي نود اف تي. تعالوا نشوف مسألة على المش برضو، هي مسألة المش ما يتغيرش خالص على اللي انتوا عملتوه قبل كده في الشغل بتاعكم، هو بيقول لك يوز المش المش اناليسيس تو فايند الاي 1 اند الاي 2 ان ذا سيركت اوف فيجر 7. فتعالوا نشوف مع بعض نقدر نحلها ازاي سوا المساله دي. طبعا انا عندي اتنين مش دلوقتي اللي قدامنا اهوت، اللي هعمل لوب واحد ولوب اتنين اللي هو موجودين قدامنا، فهاجي اطبق المش الاولانيه هتكون سالب 40 من زاويه 30 زائد جي 10 اي 1 ناقص جي 20 اي 1 ناقص اي 2، هطلع قيمتها تمام، وهظبط شكل المعادله، يبقى دي المعادله رقم 1. لوب 2 هتكون هبدا من 50، يبقى 50 والزاويه 0 ناقص جي 20 اي 2، طيب اللوب اللي انا فيها ناقص مشتركه معايا يبقى اي 2 ناقص اي 1، بعد كده زائد 40 في الاي 2، دي المعادله الثانيه. تحل المعادلتين مع بعض، طبعا احنا عارفين ان الاله الحاسبه ما بتحلش المعادلات دي، فانت هتكون مضطر بالتعويض او تحلها بكرامر. فهنا انا هنا حليتها، قلت هاخد المعادله رقم 2 واجيب الاي 2 في طرف لوحده، والاي 2 هيساوي سالب 50 على 40 ناقص جي 20 ناقص جي 20 على 40 ناقص جي 20 اي 1، دي المعادله الثانيه جبتها في الاي 2. هاخد الاي 2 واعوض في الاي 1، هيكون عندي معادله كلها في الاي 1 ان انا اطلع قيمه الاي 1، وبعد كده اجي اعوض واجيب قيمه الاي 2. المساله اللي بعدها برضو على المش معاك، وهتلاقي بيقول لك كمبيوت الفي نود ان ذا سيركت، عاوز قيمه الفي نود اللي هو الجهد الموجود على المقاومه 2 يوزنج المش. طبعا انا دلوقتي المش، فانت دلوقتي هتعمل 3 لوب معاك، هعمل مش 1 مش 2 مش 3. مش 1 مش محتاج تعملها لان المش بجيبها بعملها عشان احسب التيارات،
تمام. فانا عارف التيار اللي ماشي في الفرع ده هو التيار اللي خارج من مصدر 4 والزاوية 90، هيكون اي واحد بيساوي 4 والزاوية 90. كذلك اللوب 3 هلاقي التيار في مصدر التيار عندي هو اللي ماشي التيار ده في الفرع ده، هيكون اي 3 بيساوي سالب 2 والزاوية 0. ليه قلنا سالب هنا؟ عشان هو عكس الفرض بتاعي اللي احنا اشتغلنا عليه. تمام. بعد كده هيكون عندي الاي 2 هي اللي هتطبق فيها، بس هبدا في اي 2 من مصدر 12 والزاويه 0، بعد كده 2 اي 2 ناقص اي 3، بعد كده 2 اي 2 ناقص اي 1، بعد كده سالب جي 3 في الاي 2. يبقى هي دي المعادله اللي معايا، هعوض عن قيمه الاي 1 وقيمه الاي 3 في المعادله، هلاقي معادله في مجهول واحد اللي هو الاي 2، هحلها هتطلع قيمه الاي 2 اللي هو مطلوب منك في المساله. طب بعد ما طلعت قيمة الاي 2 هو عاوز قيمة الجهد اللي موجود على المقاومة 2 اللي هو قيمة الفينود، يبقى قيمة الفينود عندك هتساوي 2 في اي 1 ناقص الاي 2، تمام، اللي داخل الموجب ناقص اللي داخل السالب، يبقى 2 في اي 1 ناقص اي 2 دي انت طلعتهم، يبقى كده جبت قيمة الفينود اللي هو مطلوب عندك في المسألة. بعد كده هنخش على نظرية تانية اللي هي نظرية السورس ترانسفورميشن، ودي من اسهل النظريات اللي عندك لان هي ممكن يعني يعتبر حاجة لذيذة كده ما فيهاش حسابات كتيرة ولا معقدة، طريقة بسيطة. كانت النظرية ديت لما خدناها في الدي سي كنا بنقول اللي احنا عندنا اللي احنا لو عندنا اي مصدر تيار ومعايا مقاومة على التوازي اقدر احولهم لمصدر جهد ومقاومة على التوالي. فاحنا لو بصينا هنا هلاقي عندي في مصدر تيار، اول تفكير لك هيجي لك اللي انت تخلص من مصدر التيار اللي على التوازي مع المقاومة اللي على التوازي مع الاربعة والسالب جي تلاتة. بس هقول لك اوعى تيجي لما الطرف دوت، ليه؟ لان هو في الاي اكس اللي انا عاوز اجيبه، هو طالب منك المساله دي اللي انت تستخدم السورس ترانسفورميشن عشان تجيب الاي اكس. اقول لك اوعى تستخدم ده عشان خاطر انت كده بتدخل نفسك في مشكله، اللي انت عاوز تحسب اللي انت فرع الاي اكس هيتوه عندك في المساله. تمام. فابدا من الناحيه الثانيه، هلاقي عندي الاثنين اللي ادج 4 ديت الامبيدنس دي على بعضها هلاقيها على التوالي مع ال 60 والزاويه 0، احولها لمصدر تيار ومقاومه على التوازي. المقاومه هتفضل زي ما هي 2 وجي 4، هيفضلوا او مش مقاومه امبيدنس على التوازي، تفضل زي ما هي 2 وجي 4. تمام. قيمه مصدر التيار بيساوي في على الزد، هيكون 60 والزاويه 0 على 2 زائد جي 4، بتطلع قيمته 13.4 والزاويه سالب 63.4. تمام. بعد كده ابدا بقى شوف هو عاوز ايه تاني. هو عاوز يجيب الزد واحد اصبح عندي دلوقتي عندي المقاومه 6 على التوازي مع الامبيدنس دي، هجيب الايكوفالنت بتاعتهم اللي هي زد 1 بتساوي 6 في 2 زائد 4 على 6 زائد 2 زائد 4. طب هتطلع قيمه الزد 1 عندي ب 2.4 زائد جي 1.8 اللي هي الزد 1. هلاقي الزد 1 على التوازي مع مصدر تيار، تروح جاي راجع محولهم تاني لمصدر جهد وامبيدنس على التوالي. مصدر الجهد هيبقى قيمته عباره عن في بتساوي الاي في الار، يبقى الاي في الزد هيكون 13.416 والزاويه سالب 63.4 في الزد 1، هيطلع قيمه مصدر الجهد ب 36 ناقص جي 18، وقيمه الزد 1 بتفضل زي ما هي. هلاقي اصبحت على التوالي مع السالب جي 2، هاخد الايكوفالنت بتاعتهم هجيب قيمه الزد 2. تمام. وبعد كده هروح جاي راجع محول تاني المصدر دوت على احوله لمصدر تيار ومقاومه على التوازي، هيبقى مصدر التيار قيمته بيساوي الاي اللي هو هيطلع عند 15.517 وناقص جي 6.2 وزد 2 هتفضل زي ما هي. هلاقي اصبح عندي اللي عندي مصدرين توازي مع بعض، مصدرين الاي هنا مع المصدرين تيار على التوازي مع بعض، فاصبح طالما في مصدرين تيار على التوازي مع بعض فانا ممكن اجيب اجيب قيمتهم المكافأة. فقيمتهم المكافأة عندي هتساوي هنا لو هما في نفس الاتجاه مع بعض هلاقي دوت اتجاهه لفوق وده اتجاهه لفوق، فانا ممكن اجمعهم لو كانوا عكس بعض فممكن فكان بيطرحوا. هنا يكون الاي توتال اللي هو المصدر الكلي اي توتال بيساوي 5 والزاويه 90 اللي هي قيمه المصدر دوت زائد الاي اللي هو قيمته 15.517 ناقص جي 6 ناقص جي 6.2، هيطلع قيمه التيار الاي توتال اللي هو المصدر الكلي بيساوي 15.56 والزاويه سالب 4.4. تمام. بعد كده هستخدم بقى الفولتج الكرنت ديفايدر عشان اجيب الاي اكس. انا عاوز اجيب الاي اكس اللي هو ماشي في الفرع ده، هتصبح دايره عندي ده الشكل النهائي للدايره، عاوز اجيب الاي اكس. فقانون مجزء التيار بيقول لك تيار الفرع بيساوي التيار الكلي في مقاومه الفرع الاخر او معوقه الفرع الاخر على مجموع المعوقات، هيكون عباره عن الاي اكس بيساوي الاي توتال في المعوقه الثانيه اللي هي زد 2 على 4 ناقص جي 3 زائد زد 2 زي ما موجود قدامنا في الصوره كده. هتصبح هنا كده جبت قيمه
الكرنت ديفايدر جبت قيمة الاي اكس اللي هو عاوده في المسألة اللي هو هيطلع 5.238 والزاوية 17.35. بعد كده هنبدأ بقى في النظريات التانية اللي هي عندنا المفروض اللي قدامنا. بعد كده نظرية السوبر بوزيشن، نظرية السوبر بوزيشن دي بتعتمد لما اجي اطبقها اللي انا بيكون عندي في الدايرة اكتر من مصدر، فبيطلب منك حاجة في الدايرة وتكون عاوز تجيبها بدلالة كل مصدر لوحده، وبعد كده تجيبها بدلالة المصادر كلها مع بعض. فانا بجيبها لو كان عندي 3 مصادر مثلا، هجيبها بدلالة المصدر الاول وبعدين بحذف المصدرين التانيين. احذف المصدرين التانيين بحذفهم ازاي؟ لو كان مصدر جون يتحول لشورت سيركت، ولو كان مصدر تيار يتحول لاوبن سيركت. وبعد كده اجيب قيمه الحاجه اللي انا عاوزها ويبقى الناتج مثلا، والناتج يطلع معايا. بعد كده اروح جاي داخل وحذف المصدر التاني وسايب المصدر، سايب المصدر الاول والتالت. وبعد كده اروح جاي سايب المصدر التالت واحذف الاول والتاني واحذفهم بنفس الطريقه اللي انا اخلي مصدر الجهد يكون شورت سيركت واخلي مصدر التيار يكون معايا اوبن سيركت. بس انا في ملاحظه مهمه جدا في الجزء دوت، اللي انا لو كان عندي انا بتعامل هنا مع الاندبندنت سورس، الديبندنت سورس ما بقدرش اجي لميته، بيفضل في الدايره زي ما هو. تمام، يعني لو انا عندي في الدايره مثلا 3 4 مصادر، 3 اندبندنت وواحد ديبندنت، يبقى انا النظريه دلوقتي هتطبق على 3 مصادر فقط. بعد كده هناخد مسألة على السور بوزيشن بقى. معانا دايرة اهي في الشيت، الدايرة دي فيها 3 مصادر. أول حاجة المصدر اسمه 10 كوساين 2 تي، ومصدر 2 ساين 5 تي، والمصدر الثالث تقريبا بقيمته بتساوي 5 فولت. المصدر ده قيمته مش مكتوب عليه بس هي بتساوي 5 فولت. فأنا عاوز أطبق النظرية دي، فهاخد مصدر وأشتغل عليه. اول حاجه ناخد المصدر 10 كوساين 2 تي. اولا قبل اي حاجه، انا ما ينفعش اطبق اي حاجه في الحل من الطرق السابقه ولا السيبنال ولا النورتون على المساله دي. ليه؟ انا دلوقتي عندي الملف اهو مدولك بالهنري، لما تيجي تجيب قيمه الاكس ال ماشي، المفروض هجيب قيمه الاوميجا، تاخد قيمه الاوميجا بالاثنين ولا بالخمسه؟ مش هينفع. فانت لازم يكون عندك مصدر واحد، عشان كده فانت بتفصل المصادر عن بعضها فبتطبق السور بوزيشن. اول حاجه انا هاخد دلوقتي مصدر، هشتغل على المصدر الاولاني اللي هو 10 كوزين 2 تي، وهلغي المصدرين التانيين، مصدر التيار اللي هو حوله الاوبن سيركت، ومصدر الجهد معايا حوله شورت سيركت. تمام، ونبدا بقى. الاوميجا عندي هنا اصبحت ب2 لان هو 10 كوزين 2 تي، والاكس ال بتساوي جي اوميجا ال، يبقى جي 2 في 2 يبقى اديني جي 4. بعد كده هجيب الاكس سي بتاعت الملف بتساوي 1 على جي اوميجا سي، يبقى 1 على جي 1 من 10 في 2 يديني سالب جي 5. بعد كده انا عاوز اجيب الجهد اللي موجود على المصدر على المقام واحد. تمام، عاوز اجيب جهد. هنا في المساله مش مديلك الفينوت فين بالظبط، بس هي بس ما كتبتش سهوا، هي اللي موجود الجهد اللي وعاوز الجهد اللي موجود على المقام واحد. تمام، فانا هجيبه باستخدام المصدر الاولاني اهو، حاطط عليه فيها واحد، كاتب في واحد اهو باستخدام على المقام واحد. وهبدا دلوقتي انا عشان اجيبه، يعني انا عاوز اجيب الجهد اللي هنا، فاقرب حل ليا اللي انا اقول جهده عباره عن التيار في المقام، فانا محتاج اجيب التيار اللي هيمشي في المقام واحد عشان اضربه فيها اكون جبت الجهد اللي عليها. ففي هنا اكتر من حل، ممكن استخدم الكرنت ديفايدر، وممكن اجيب الزد ايكويفالنت زي ما احنا حلين هنا. طب انا جبت الزد ايكويفالنت ومنها اقسمها، اقسم الجهد على الزد ايكويفالنت اجيب التيار. لو هنجيب الزد ايكوفالنت معايا الاربعة، هنبص من الناحية دي، يبقى معايا هبص من ناحية الاربعة والسالب جي 5 الاتنين مع بعض على التوالي، على التوالي مع المقام واحد، على التوالي مع الجي 4 اللي هو الملف، اهي هيطلع معايا قيمة الزد ايكوفالنت. بعد كده هجيب قيمة الاي بتساوي الفي على الزد ايكوفالنت، قيمة الفي عندي بتساوي 10 كوساين 2 تي، لما احولها الفيزر هتكون 10 والزاوية 0، واجيب قيمة الزد ايكوفالنت اللي هي 4 والزاوية 30.7841. تمام، جبت قيمة التيار، فقيمة التيار منين هجيب قيمة الجهد؟ أنا عندي الجهد اللي على مقام واحد، فهقول عبارة عن أي في الآر اللي هو قيمة التيار 2.5 في والزاوية سالب 30.784 في 1، هيطلع معايا قيمة الفي 1 ب2.5 والزاوية سالب 30.7841. يبقى أنا كده خلصت المصدر الأولاني. هتخش على المصدر التاني بقى أهو، يبقى أنا دلوقتي أهو المصدر الأولاني اشتغلت عليه أهو. تمام، هروح جاي بقى داخل على المصدر التاني اللي هو 2.5 تي، هحذف ده وده، الاثنين مصادر جهد بيتحولوا شورت سيركت ويفضل الكرنت سورس في الوسط.
فهو عندي هو المصدر، فضل المصدر فلوس. بس انا في حاجه ملحوظه عن المصدر، كان اسمه التيار بتاعه 2 ساين 5 تي. احنا قلنا لا اما دلوقتي لا اما تشتغل على كله ساين لا اما على كله كوزاين، فهنحول الساين ديت لكوزاين عشان احنا قلنا الريفرنس بتاعنا هو كوزاين، هيكون 2 ساين 5 تي لما احولها بتكون 2 كوزاين 5 تي والزاويه سالب 90. عندي الاوميجا هنا ب5، هبدا اجيب الاكس ال بتساوي جي اوميجا ال. محدش اشتغل على الاكس ال والاكس ال اللي احنا جبناهم في الخطوه الاولانيه، لان الكموت ما تتغير اعتمادا على تغير الاوميجا. تعمل الاكس ال هتبقى جي اوميجا ال بتساوي جي 2 في 5 تطلع بجي 10. الاكس سي هتبقى 1 على جي اوميجا سي اللي هي 1 على جي نصف 1 من 10 اللي هي سالب 2 جي. لو بصيت كده هتلاقي المساله بقى واضحه معاك جدا. ممكن استخدم اي طريقه، ممكن استخدم النود، ممكن استخدم كرنت ديفايدر، اي حاجه. هنستخدم هنا كرنت ديفايدر عشان هو اقرب شويه. انا في الاول رحت جامد عشان اسهل الموضوع، قلت ان المقام 4 والسالب جي 2 توازي مع بعض، فقمت جبت مقام المكافاه بتاعتهم عن طريق الاربعه في سالب جي 2 على 4 ناقص جي 2، اطلع 8 من 10 ناقص جي 1.6 من 10. اصبح شكل الدايره كده. انا عاوز اجيب التيار اللي في المقام 1، تمام. قانون كورنت ديفايدر كان بيقول لك تيار الفرع، انا عاوز اجيب الفرع 1 دلوقتي اهو، بيساوي التيار الكلي اللي هو 2 والزاويه سالب 90 في المعوقه بتاعت الفرع الاخر. انا عاوز اجيب في الفرع اللي فيه مقام واحد والفرع الاخر هو جي 10، يبقى في جي 10 على مجموع المعوقات، مجموعهم مش المكافاه بتاعتهم، يعني مجموعهم هيكون جي 10 زائد 8 من 10 ناقص جي 16 زائد 1. جبت قيمه التيار اللي هو ماشي في المقام واحد هنا، فجبت قيمه التيار اللي ده فهنا، وبعدين محتاج اجيب الجهد، فالجهد هيكون في 2 بتساوي الاي 1 في الواحد، تمام. هيطلع قيمته معايا. طب انا جه الوقت جبت الفي 2 في الحاله الثانيه، برضو فاضل معايا مصدر، المصدر الثالث. عشان اجيبه في المصدر الثالث اللي هو المصدر 5 فولت اللي احنا قلنا نعيدها، لو لاحظنا هنلاقي المصدر ده اي سي والمصدر دوت اي سي، والمصدر ده مكتوب جنبه 5، هي مش مكتوبه، قلت لكم لا منسيها سوا، اللي هي ال 5 فولت دي. فده مصدر اي سي وده مصدر اي سي وده مصدر دي سي، تمام. المصدر دي سي لما تيجي تستخدمه في الدايره هيسهل لك الدايره جدا. يعني عندي مصدر دي سي اهو، انا المصدرين التانيين مصدر التيار حولت اوبن سيركت ومصدر الجهد حولت شورت سيركت، اصبح معايا المصدر اللي هو 5 فولت فقط. المصدر ال 5 فولت فقط دوت، تمام، هيحول الملف اللي هو كان عندك جي 10 شورت سيركت، وهيحول الكباستور لاوبن سيركت، تمام. حول لي الكباستور كمان معايا الاوبن سيركت، فاصبحت الدايره ما فيهاش الا مقام 4 ومقام 1 والمصدر 5 فولت، وانا محتاج اجيب الجهد عليه. الموضوع سهل جدا. التيار عاوز شيء اجيب الجهد، يا اما تستخدم قانون فولتج ديفايدر يا اما تجيب التيار وخلاص. هستخدم هنا قانون فولتج ديفايدر. انا قلت لك في 3 اللي هو جهد الفرع بيساوي الجهد الكلي اللي هو قيمته 5 في مقاومه نفس الفرع اللي انا عاوز اجيب عليها على مجموع المقاومات. في 3 بيساوي 5 في 1 في 1 زائد 4. طب ايه السالب المحطوط دوت؟ لو لاحظنا التيار بيخش في المصدر من السالب للموجب، بيطلع من المصدر من السالب للموجب، فطلع من السالب للموجب اهو. المفروض يجي يخش في المقاومه منين لمنين منين لمنين؟ مش من الموجب للسالب، لا هو هنا داخل من السالب للموجب، تمام. الاشارات دي هي اللي محطوطه في المساله، تمام. فهنا بغير، عشان كده غيرت اشاره الفي 3. بعد كده هيجي يقول لك هطلع، يبقى كده بقى في الاخر انا كده ما عادش عندي مصادر ثانيه. يبقى الفي نود عباره عن ايه؟ عباره عن الفي 1 زائد الفي 2 زائد الفي 3، تجمع التلاتة مع بعض. كده تكون مسألة خلصت. الستور بوزيشن ديت يعتبر المسألة اللي فيها فكرة في الشيت، في على الستور بوزيشن في الشيت. في مسألتين كمان المفروض تحلوهم.